بكم يا أصدقائي، اشتقت لكم. ماذا رسمنا في المرة السابقة؟ نعم، قد لونا منظر البحر بالألوان المتنوعة بشكل رائع. واليوم أيضاً سأعرفكم على لوحات الرسام أندري ديران، وسننظر ليس فقط إلى لوحات فن رسم الطبيعة بل رسم الشخصيات أيضاً. أتطلع لمعرفة اللوحات الأخرى التي تنتظرنا. هيا إذن، هل تريدون أن ندخل إلى لوحات أندري ديران الآن مباشرة؟ إن هذه اللوحة رسم فيها حديقة أمام بيت. أشعر كأن الأشجار الخضراء تسلم على الجو المشمس كأنها ترحب بي. واو، ماذا رسم هنا؟ قد رسم لنرى كل القرية بنظرة واحدة، من ضمنها البيوت الكبيرة والصغيرة التي في الأمام، حتى النجيل الواسع والجبل والسماء الذين نراهم عن بعد. إنها قرية رائعة. وكيف هذه اللوحة؟ من الممتع أن الأشجار الطويلة التي في الأمام تبدو كأنها ترقص، ويبدو شكل الناس الذين في الأسفل صغيراً. أعتقد بالنسبة لهذا الرسام ما يفعله الإنسان لم يكن مهماً، بل استخدام الألوان بشكل أكثر حرية وإعطاء الإحساس القوي من رسمه كان موضوعين فكر فيهما كثيراً. لذا ظهرت الألوان الحرة والألوان القوية مثل هذا، أليس كذلك؟ قد رسم في هذه اللوحة إنساناً ونرى الوجه ملوناً بألوان مختلفة منها أزرق وأصفر ووردي وغيرها. يبدو كأنه رسم باستخفاف بشكل عام، ولكن كان الرسام يريد أن يعبر عن إحساس خشن كأن طفلاً لونها، لذا رسمها هكذا. ماذا رسم هنا؟ يبدو كأن الرسام توقف عن الرسم خلاله، ولكن هذه اللوحة أيضاً رائعة. مع نظرة طويلة أدركنا أن هناك ناس مرسومون فيها، أليس كذلك؟ إن الأشكال بسيطة جداً ولا يوجد تعبير الوجه. وبالنسبة للملابس أيضاً، قد لون الرسام الشخص الذي في الوسط ليظهر بشكل بارز، ورسم الأشخاص الذين بجانبه فقط بالخطوط. اليوم سنرسم مثل هذا الرسام ونحن ننظر إلى صورة الشخص هذه، هل ننطلق؟ أولاً هيا نحدد الأماكن، انظروا بأعينكم فقط الآن. وهذه المرة لا يجب أن ترسموا الأشكال بشكل دقيق.
بعد تحديد الأماكن هيا نرسم بشكل مفصل. سنرسم بالقلم الرصاص بشكل غامق دون المسح بالممحى الآن، لأننا سنرسم بالقلم على هذه الخطوط بعد قليل. مع ذلك، إذا رسمنا بقوة شديدة سيكون صعبا علينا أن نمسحه، لذلك ارسمه بالقوة المناسبة.
إذا انتهيتم من الرسم بالقلم الرصاص الآن، نرسم على خطوطه بالقلم، ولن نرسم هذه المرة عينين أو أنفاً أو فماً. قد مسحت بالممحاة ما رسمناه بالقلم الرصاص، بعد أن أعدت الرسم على الخطوط، وبعد ذلك يمكننا التلوين هكذا. هناك جزء نلونه هكذا، وهناك طريقة نلون فيها بالخطوط فقط هكذا. الرسام الذي تعلمنا عنه اليوم كان يستخدم الكثير من الخطوط مثل هذه، فأنتم أيضا من الجيد أن تلونوا باستخدام الكثير من الخطوط. ويمكنكم أن تختاروا أشكال الخطوط بحرية. وأكمل الرسم باستخدام الألوان المتعددة. أوقفوا شاشة الفيديو لوقت قصير، وارسموا الشخصيات التي في الصورة مثل لوحة الرسام. قد أكملت الرسم هكذا، وأنتم يا أعزائي، كيف فعلتم؟ كيف كانت المحاضرة اليوم؟ من العظيم أن يمكن إكمال اللوحة بالخطوط المتنوعة دون تلوينها بشكل كامل.
يا أصدقائي، أنتم أيضاً إذا وجدتم أي خط ممتع أو نقش ممتع حينما تنظرون إلى ما حولكم، ارسموه بشكل رائع. بذلك قد تشعرون بالمتعة أنكم تنظرون إلى ما حولكم بنظرة فاحصة. إذن تطلعوا للمحاضرة القادمة. مع السلامة.